الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقا عن طبق، فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يوعون، فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر ما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد.
الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب. أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى، وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر
ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة،
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا.
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال والأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصدق سيد البشر، وصدق سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين وبآياته من المؤمنين، ولما أخبر من جزاء أهل طاعته المؤمنين من الموقنين، ولما أخبر من عذاب الكافرين والمنافقين من الموقنين، ولما أنعم علينا من النعم الظاهرة والباطنة السابغة من الشاكرين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من النعم الظاهرة والباطنة. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا في حاضر أمرنا ومستقبلنا وفي دنيانا وأخرانا، لك الحمد حتى ترضى وإذا رضيت. اللهم لك الحمد حمداً لا ينفد أولاه، حمداً لا ينتهي أولاه ولا ينفد أخراه، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمة الإسلام، لك الحمد على الإسلام الذي ارتضيته لنا وبنيته على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج بيت الله الحرام. اللهم لك الحمد على الإيمان، اللهم لك الحمد على الإحسان، اللهم لك الحمد على القرآن، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على الأهل والولد والمال، اللهم لك الحمد على كل نعمة ظاهرة وباطنة أنعمت بها علينا وعلى المسلمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد على ما يسرت لنا من الطاعات ووفقتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد على ما أسديت إلينا من الخيرات. اللهم لك الحمد على ما صرفت عنا ودفعت عنا من النقم والشرور والمهلكات والسيئات. اللهم إنا نحمدك كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب العالمين. اللهم لك الحمد على أن أرسلت إلينا أفضل خلقك وسيد البشر الشافع المشفع في المحشر، أعطيته لواء الحمد آدم ومن دونه تحت لوائه، وشفعته وأكرمته يا رب العالمين. لك الحمد أن جعلتنا من أمته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، من علينا باتباع سنته واقتفاء أثره يا رب العالمين. اللهم لك الحمد على ما أنزلت علينا من كلامك، لك الحمد أن أنزلت علينا أفضل كتبك،
وأحسنها وأحسنها يا رب العالمين، أحسنها أحكاما وأكملها شرعة ومنهاجا. لك الحمد يا أرحم الراحمين، على ذلك لك الحمد حتى ترضى. اللهم إنك أنزلت علينا أفضل كتبك، اللهم إنك يا رب العالمين مننت علينا بنعم عظيمة. اللهم لك الحمد على أن جعلتنا من أمة القرآن المحفوظ من الزيادة والنقصان. علي الشان، رفعت مكانه وأعززت سلطانه وأحكمت بيانه، وصفته في كتابك بأعظم الصفات، وصفته بأنه قرآن مجيد، وأنه قرآن حكيم، وأنه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد دائما، اللهم لك الحمد واصبا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، اللهم اجعلنا ممن يفعل أمره ويأتمر بأمره وينزجر عن نواهيه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده، اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعل القرآن حجة لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، وانفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن، اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك وإلى جنات النعيم يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا ممن اتبع القرآن، اللهم لا تجعلنا ممن اتبعه القرآن وكان حجة عليه فزج في قفاه إلى النار يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا مؤنسا، اللهم اجعله لنا شفيعا وللمسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعله مؤنسا لنا في قبورنا، اللهم اجعله شافعا لنا عندك يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك أن توفقنا لطاعاتك يا رب العالمين، وأن تعيذنا من الشيطان الرجيم يا أرحم الراحمين. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت. الخلق خلقك، والعباد عبادك. نسألك اللهم بأسمائك، نسألك بأسمائك وبحق السائلين عليك أن تقيلنا في هذه الليلة
اللهم أقلنا في هذه الليلة، اللهم أقلنا في هذه الليلة من عثراتنا، وعدنا بنور وجهك يا رب العالمين من النار يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى يا الله. اللهم إنك قديم الإحسان، اللهم إنك قديم الإحسان عظيم السلطان تحب الإحسان يا رب العالمين. اللهم إنك ما خلقت الخلق إلا لتحسن إليهم في الدنيا والآخرة، فالمؤمنون والمسلمون تحسن إليهم في الدنيا والآخرة، والكفار الذين عبدوا غيرك تحسن إليهم في الدنيا ولا تظلمهم في الآخرة، لا إله إلا أنت. اللهم أنت المحسن لذاتك، اللهم إنك تحب الإحسان، أحسن إلينا يا رب العالمين، اللهم أحسن إلينا، اللهم أحسن إلينا، اللهم واجعلنا شاكرين لنعمك، اللهم واجعلنا شاكرين لنعمك، قابليها منك، مثنين بها عليك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ونعوذ بك اللهم من شر ما لم نعمل، اللهم إنا نعوذ بك من شر ما علمنا، ونعوذ بك اللهم من شر ما لم نعلم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، احفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت من الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن توفقنا لطاعتك، وأن تجنبنا معاصيك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، واللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك أواهين مخبتين. اللهم سدد ألسنتنا وثبت حجتنا، اللهم واسلل سخيمة صدورنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم زد في حسناتهم، اللهم ضاعف حسناتهم، وتجاوز عن سيئاتهم يا رب العالمين. اللهم نور عليهم قبورهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك من خير ما نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا سامع كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا من يبتدئ بالنعم قبل استحقاقها، يا إلهنا ويا ربنا ويا خالقنا ويا سيدنا ويا غاية رغبتنا ويا غاية رغبتنا. نسألك اللهم ألا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، اللهم إنا لنقوى على عذابك، اللهم إنا لنقوى على عذابك، اللهم ارحمنا، اللهم إنا لنقوى على عذابك يا رب العالمين. نتوسل إليك بأسمائك، نتوسل إليك بصفاتك، ألا تردنا خائبين يا أرحم الراحمين.
ويا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. يا من لا تراه في الدنيا العيون، ولا تخالطه الظنون، ولا يحيط بصفاته الواصفون، ولا تغيره الحوادث ولا يخفى عليه شيء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت ربنا وخالقنا لا إله إلا أنت. اللهم يا من علم عدد أقطار الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخيرها آخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة يا رب العالمين. اللهم آنس وحشتنا إذا فارقنا من دفنونا. اللهم يا رب العالمين تولى أمرنا، اللهم ثبتنا عند السؤال، لا تكلنا إلى أنفسنا. اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم ثبتنا يا رب العالمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا أرحم الراحمين. اللهم أهدي شبابنا، اللهم أهدي شبابنا، اللهم أهدي شبابنا ذكورهم وإناثهم، اللهم أهدهم يا رب العالمين، اللهم أهدهم، اللهم أهدي يا رب العالمين شباب المسلمين في كل مكان. اللهم اهد المسلمين ذكورهم وإناثهم، اللهم اجعلهم من أهل طاعتك يا رب العالمين. اللهم أعذنا وإياهم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكبر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لك الحمد كله، لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبضت، ولا مباعد لما قربت، ولا مقرب لما بعدت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت. اللهم ابسط علينا من بركاتك وفضلك ورحمتك ورزقك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف، اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أعطيتنا، ونعوذ بك اللهم من شر ما منعتنا. اللهم يا رب العالمين أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تولى أمور المسلمين في فلسطين، اللهم تولى أمور المسلمين في العراق، اللهم تولى أمور المسلمين يا رب العالمين الذين لحقتهم الضراء يا أرحم الراحمين. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك عيشة نقية، وميتة سوية، ومردا غير مخزي ولا فاضح يا رب العالمين. اللهم بارك لنا والمسلمين في أرزاقنا، اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين، اللهم ادفع عنا وعن المسلمين الغلاء، اللهم ارفع عن المسلمين الوباء. اللهم يا رب العالمين ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وبطن يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا غير مفتونين يا رب العالمين.
اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، اللهم اعنه على صلاح الدين والدنيا، اللهم اجمع به كلمه المسلمين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تصلح له بطانته يا رب العالمين. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، وانصر به دينك. اللهم وفق نائبه الثاني، اللهم وفق نائبه الثاني لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، ووفقه واعنه على ما فيه صلاح الاسلام يا رب العالمين، وما فيه الصلاح والاصلاح للدين والدنيا، انك على كل شيء قدير، واحفظهم من كل سوء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تطفئ فتنة التفجير، اللهم أطفئ فتنة التفجير، اللهم أطفئ هذه الفتنة، اللهم أطفئ فتنة الخوارج في عافية وفي عافية يا رب العالمين، ورحمة منك للمسلمين. اللهم إنها نازلة لا يكشفها غيرك يا رب العالمين. اللهم اكف ولاة أمورنا شرورهم وغدرهم، واكفنا والمسلمين شرورهم وغدرهم، إنك على كل شيء قدير، واجعل شرهم عليهم يا رب العالمين، واكفنا والمسلمين شرهم، إنك على كل شيء قدير، لا يقدر على ذلك غيرك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك من علمت منهم بأنه أهل للهداية والتوبة، اللهم عجل له التوبة يا رب العالمين، اللهم عجل له بالتوبة وألهمه رشده، اللهم يا رب العالمين أجعله من عبادك المؤمنين، اللهم رده إلى حضيرة، اللهم رده إلى جماعة المسلمين وإمامهم. ومن علمت يا رب العالمين أنه مصر على سوء فعله وعلى محاربة وحاربة الإسلام وعلى محاربة وعلى المحاربة في الأرض، على المحاربة والإفساد، على محاربة الله ورسوله والإفساد في الأرض، نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تكفي المسلمين شره، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، لا إله إلا أنت، فإنك لا تحب الفساد. اللهم يا رب العالمين تقبل منا رمضان، اللهم اختم لنا رمضان بعفوك وغفرانك، اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار يا رب العالمين، اللهم اجعل اعمالنا خالصه لوجهك الكريم، ولا تجعل لاحد فيها نصيبا يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من الرياء والسمعه والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم احفظ شبابنا، اللهم احفظ شباب المسلمين من شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم أظهر أنوار السنة في كل زمان ومكان يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين انصر دينك يا ربي، اللهم انصر دينك وكتابك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، أنت القوي المتين. اللهم أعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم يا رب العالمين أذل البدع، اللهم أذل البدع وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وأهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم اقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعذنا وذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه يا رب العالمين وجنوده. اللهم وعد المسلمين من إبليس وذريته وشياطينه وجنوده يا رب العالمين. اللهم وفقنا لطاعاتك، اللهم هؤلاء عبادك حضروا ختم كتابك، اللهم هؤلاء عبادك وإماؤك حضروا ختم كتابك ومدوا إليك أيديهم، اللهم ومرغوا على بابك وجوههم
اللهم ذلت لك رقابهم، اللهم لانت لك أبشارهم وأشعارهم يا رب العالمين. اللهم إنهم يرجون رحمتك يا خير مسؤول ويا خير مأمول. لا تردنا وإياهم خائبين، اللهم لا تردنا وإياهم خائبين. اللهم تقبل منا في هذا الشهر المبارك، لا تردنا وإياهم خائبين. اللهم يا رب العالمين اغفر لنا ولهم وللمسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم هؤلاء عبادك، اللهم إنهم أتوا لرحمتك، يرجون رحمتك في هذا الشهر الذي أنعمت به على المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم انجنا من النار، اللهم أعذنا من لفح النار، اللهم أعذنا من لوح النار. اللهم إنه لا قدرة لنا على النار، اللهم لا قدرة على النار يا رب العالمين لنا. اغفر لوالدينا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم